مرحبا، معكم زوزو كهرمانة. اليوم احنا موجودين في عيادة دكتورة رونا. طبعا هذه لي الزيارة الخامسة او السادسة، لانه دكتورة رونا صديقتي فدائما احب ازورها. هم عيادة اسنان وعيادة جلدية وتجميل بنفس الوقت. طبعا انا اخترت رونا بيوتي كلينيك اولا لانها للدكتورة رونا رباح صديقتي، واعرف عنها انه جدا شاطرة وجدا ما تجيب اي دكتور او اي جراح او اي جهاز، دائما تواكب الطب والشغلات الجديده، ودائما اشوفها في المعارض، دائما اشوفها في المؤتمرات، وكل ما في شيء جديد او حتى لو نصيحه مرات على التليفون تعطيني. فهذا الشيء اللي خلاني انه اكون واثقه واجي للعياده وازورهم ونسوي عمليه، نسوي تجميل، نسوي اي شيء. فهذا الشيء انه خلاني وارتاحت اوريدي من زيارتي الثانيه والثالثه والرابعه عندهم. وحتى صديقاتي يعني من اجوا معايا بعد ارتاحوا وحبوها، وما في اي شكوى او اي كومبلين يعني عليهم. جدا ارتاحت للعياده، جدا حبيتها، خصوصي عندهم دكتور جميل الجمالي، ما شاء الله عليه جراح تجميل ممتاز، سامعه عنه من قبل وفرحت انه موجود هنا. زرته كم مره وانتظروا حاسوي عمليه جراحيه وياه قريبا ان شاء الله. والاجهزه اللي عندهم كلش حلوه، الكريمات الوايتنينج، كل شيء جربته بالعياده ما شاء الله كامله متكامله وحلوه. واحنا هسه بهالوقت يعني مو بس السيدات، حتى الرجال حتى الاطفال يلجؤون للعيادات اذا كان جلديه او تجميل او كل شيء صار يعني جزء لا يتجزا، مثل ما رايحين للصالون نروح للعياده. فانتظروا شو راح نسوي مع دكتور جميل الجمالي.